لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. مواسم السلاح بلا موسم للسلام. من يزرع الريح يحصد العاصفة، هكذا يقال. لكن ماذا زرع العراقيون ليحصدوا ضوضاء القنابل ورعب الصواريخ وأنباء الانفجارات؟ وهل يستمر مسلسل التصعيد الأمني على كافة المستويات إلى الأبد؟ أم أن ضابط الإيقاع بلا ضابط؟ وإذا كان الحديث عن الأمن الانتخابي هو الهاجز الأهم كلما اقتربنا من موعدها في تشرين، فإن تعدد الأسباب يقودنا دوما إلى نتيجة واحدة مفادها أن الأمن ما زال مضطرب، وأن أصابع الاتهام لم تعد تشير إلى جهة بذاتها بل إلى جهات عدة كثيرة. تتعدد هذه الجهات في مسمياتها ولا تتبدل نتائجها. الصواريخ استبدلت قمصانها وصارت مسيرات، وداعش يضرب قلب بغداد ويعود لاستهداف الزائرين، أو هكذا تتضارب الروايات بشأن هذه الحادثة. أما الدعوات الوطنية لحصر سلاح العشائر امتدت لتنقية المؤسسات الأمنية من عناصر أسماهم الصدر بالمنفلتين، وغيرها كثير من العناوين والإشكالات الحاضرة في المشهد والتي تغيب حلولها أو تؤجل إلى حين آخر. نرحب معا مشاهدينا بالسيدة شروق العبايتشي رئيس الحركة المدنية الوطنية، وأيضا السيد فاضل أبو رغيف الخبير الأمني. حياكم الله، أهلا ومرحبا. مساء الخير. أهلا سيد شروق، تفضلي. كل الهلا. مرحبا. أهلا ومرحبا. حياك استريح ومساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير، عافية. أستاذ فاضل، تسمح لنا نبدأ مع سيد شروق على اعتبار السيدات أولا. أنت تنحاز النساء دائما. لا بالعكس، لا لا. حياك الله سيد شروق، حيا الله من جديد. نورتينا. مساء الخير. حيا شاء الله. لنبدأ بقراءاتك حول الأحداث الأمنية الأخيرة اللي صارت والتضارب الإعلامي بشأن حدوثها. يعني خلينا نبدأ من الواقع اللي حدثت في الكاظمية. البعض يقول لك قنينة غاز انفجرت وأكو تهويل إعلامي، البعض يقول لك لا أكو عبوة وداعش تبنت هذا الاستهداف. قراءاتك عزيزتي. مساء الخير على الجميع. مساء النور. يعني احنا تعودنا من 2005 خلينا نقول تحديدا، يعني الأحداث السياسية بالتأكيد هي العامل المباشر للأحداث الأمنية بكل تفاصيلها. خلافات سياسية تنعكس على الوضع الأمني، إهمال سياسي ينعكس على الوضع الأمني إلى آخره. فالقراءة هي نعم هناك خلل واضح في المشهد الأمني، هناك مخاطر، ولكن كل الخيوط هي بيد الأداء السياسي. فبالتالي احنا ايضا كشعب، الأداء السياسي او الخلافات السياسية مثل ما ذكرتي ست شروق تفتح المجال، تسمح، توفر أرضية خصبة ام ترعى كل الاحتمالات. طبعا انت ما زال سألتيها وطرحتيها، معناها هي موجودة في ذهنك وفي ذهني وبتجربتنا. يعني كلها العامة نعرف، حتى الناس تعرف انه والله اختلفوا على قضية معينة انعكست علينا. المقولة الشهيرة اللي كنا نرددها، يتفقون يسرقون يختلفون يقتلون. يعني قد تكون بأشكال مختلفة الآن، مو نفس الأشكال السابقة، ولكن هي دائما على جلد الشعب، هي دائما على جلد الناس المساكين. يعني من يذهب ضحية دائما هو المواطن المسكين اللي ما عنده بهاي. لكن نتيجة صراعات سياسية من الأساس. بالضبط، بالتأكيد. فهذا قضية يعني استمرؤوها، يعني صارت هي كارثة، هي جريمة بحق الشعب العراقي، هي جريمة كبرى. ومن كان يعني طبعا اللي يقوم بها بشكل مباشر هذا هو المجرم الأكبر، عدو الشعب العراقي اللي يستهين بحياة الناس هكذا. ولكن أيضا من يستهين ولا يتخذ الاحتياطات ولا يعالج القضايا ولا يعالج الموقف ولا يتقدم بخطوات جريئة من أجل الحد من جعل العراقيين دائما ضحايا لهذه الخلافات أو الصراعات أو التعقيدات الأمنية، هو أيضا يتحمل مسؤولية. وليش اسمه مسؤول؟ فبالتالي المسؤولية تقع على عاتق الطبقة السياسية الحاكمة،
والضحية هو المواطن العراقي اللي طيب. يعني لا حول ولا قوة ولا إلى ناقة ولا جمل بهذه الصراعات. يعني هو مجرد ضحية لكن كل هو شيء. الضحية مثل ما ذكرتي. نعم. سيد فاضل حياك الله من جديد. حياة الله سيد أختي. حدثنا عن هذا التضارب الإعلامي اللي صار بين تبني داعش لما حصل وما بين نفي بعض وسائل الإعلام وحتى بالسوشيال ميديا شاهدنا أنه هناك تهويل إعلامي مجرد قنينة غاز انفجرت داعش لم يعود على الرغم من تبني داعش هذه الحادثة. نعم بدنا تحية طيبة لك سيدة ختام ولمشاهدي قناتكم الكريمة ولزميلتنا وأستاذتنا ست شروق عزيزة. الله يخليك. يعني الوضع هو شائك بصراحة. يعني الجميع هم أصدقاء ومقربون وأحبة. يعني كل من يعني أهلي وأنشحوا على إكرام كلما تشخص لك فت حالة هذا الدايغنوسيس من تطي التشخيص بعدين بمجرد خروجك من ساحة الشاشة الكريمة راح تعاتب. أنت ليش هالشكيل أنت؟ لكن المشكلة إحنا مثل ما نعبر عنا يقول العظة بالجلال أنفك منك وإن كان أجدع ساعدك منك وإن كان أبترى. حقيقة هناك كبوة فارس يعني ما كان المفروض البيان يصدر بهكذا طريقة. لكن في بداية البيان شوف بصراحة أحكي لك خلية الإعلام الأمني خلية دؤوبة وممتازة جدا. وكل العاملين فيها هم أهل حرفة وأهل صنعة. الدكتور سعد معن خبرة يمتلك صار لأكثر من عقد ونيف من الزمن وهو اختصاصه إنجليزي وعربي وإعلام وشرطة عدة خبرة عدة تكنيشن زين. لكن دائما الإعلام بنفس الوقت كان يعيب على خلية الإعلام تأخره بإعلان النتائج. خلية الإعلام رادت تستبق ورادت تكسر هذا يعني هذا الرول. فأنطت بيان هذا البيان أنا أسميه بيان ابتدائي. البيان هو كان بالفعل كانت قنية غاز لكن ما قنية غاز كانت قنية غاز بقرب عبوة العبوة انفجرت ما أدى إلى حدوث صدع بقنينة الغاز. وهم قالوا قنية غاز لكن هي بالأحرى مو قنية غاز لو ترجعين إلى الواقع مو قنية غاز. طبعا أنا هذا أنطيج يعني الوصف الدقيق بدون أي يعني بدون أي ممالأة أنه هي بالفعل انفجرت عبوة محلية الصنع وبجانبها كان أكو قنينة وقنينة الغاز كما تعلمين هي تعتمد أسلوب الزيفون يعني اللي هو يعطي ولا يأخذ. وحينما تنفجر تأسس أو يحدث تخلف شق يعني عرضي وصدع طولي بمعنى أنها ما تتشظى بعدين هي ما بها تي أنت يعني هي مجرد صدفة حتى وأن البعض تصورها صدفة غريبة أن تكون قنينة غاز أكو تهكم بالقرب صار. من عبوة ناسفة هناك تهكم صار على موضوع القنينة وأخذ ليش تهكم صار؟ أولاً ويليام شكسبير يقول دائماً السخرية تأتي من رحم المعاناة. فبالفعل إجت هذه إجى هذا التهكم من قبل السوشيال ميديا ومن قبل إجى عن حرقة لأنه دي يشوفون الدماء سالت أودية ودي يشوفون الوضع حساس المكان حساس يعني ضرب الإمامين العسكريين. كاد أن أو أحدث فتنة ما يدبل كاد ليش أنا أجملها أحدث فتنة كاد تتحدث عن مكان في قلب بغداد وفي زيارة وكان خميس وزيارة ومكتظة. تعرفين سيدة ختام إذا كانت إطلاقة واحدة من مسدس تطلق في هذه الجموع تقتل على أقل تقدير واحد أو اثنين وتجرح كذا بينما هي مخصصة لقتل واحد. ليش؟ لأنه عملية اكتظاظ أكو. لذلك يعني اللي صار سيد فاضل أنه هل كانت هذه الخطوة بموضوعة أنه كانت قنينة غاز وإلى آخره لم يكن عمل إرهابي أو استهداف لزائري الإمام الكاظم عليه السلام هل هي عملية طمأنة يعني للشارع العراقي على اعتبار هو مضغوط محتقن بالأخبار السيئة مارستها الحكومة المعنيين حتى تطمئن الشعب لهذه الأخبار الأمنية ما تسمح بأي شيء من هذا القبيل لا نجامل على حساب أرواح سيد الناس. سيد الختام ليس عيبا أن نقول أن داعش قام بنصب عبوة أو وضع عبوة وتسلل على حين غرة خلصة وطبعا هذا التسلل نتج عنه هذه العملية مو عيب لأنه داعش هو مو تنظيم يعني دعيني أقول لك هو مو تنظيم مدني ولا علماني هو تنظيم راديكالي متطرف بمعنى أنه يعتمد مسحة القتل ونشر الموت والدخان والرعب والذعر. لذلك السيد عثمان الغانمي حقيقة شدد في هذه العملية أن يكون الصح والدقة بالتوصيف
لكن العملية ابتداء في بدايتها كانت توحي بأنها قنينة لكنها ليست قنينة بالحقيقة. بعد أن اتضحت، بعد أن نزلت موقع أعماق الإرهابي نزل التأكيد، بعد أن كان هناك تقرير للمتفجرات بوجود آثار للتي أن تي، بعد أن ظهرت المعالم يعني جرحى كثر شهداء 4. طيب. هذا الموضوع يشي بوجود عملية إرهابية. صارت عندنا 3 عمليات إرهابية نوعية للتنظيم منذ 3 أشهر أو 4 أشهر خلت. عملية ساحة الطيران وعملية الحبيبية وهذه العملية، فضلا عن التعرضات اللي التنظيم قام بها بشهر رمضان، الغزوات اللي قام بتنفيذها. إحنا طارمية وغير الطارمية اللي أنت تعرض لهذه الاستهدافات. الطارمية راح نتحدث عن الطارمية بشكل ما يدحرق عليك هذا. أوكي واضح. طيب لكن نقف عند نقطة مهمة ذكرتها ست شروق. اليوم داعش في قلب العاصمة بغداد، ما نقدر ننكر حتى وإن حاولنا طمأنة الشعب العراقي، طمأنة الشارع، لكن هذا واقع، هذه معلومة أمنية لازم الكل يسلم بها. طيب يعني داعش في بغداد هذا شقد يشكل خطورة؟ شلون وصلت العبوة؟ مواد المتفجرة ما فاتت على سيطرة؟ منو سهل؟ منو رعى؟ من يرعى داعش في بغداد؟ هاي كارثة. احنا مجرد القول كشيء يعني معروف انه داعش في بغداد تثير الهلع، هي بحد ذاتها هي صدمة، يعني صدمة سياسية وأمنية ويعني خلل كبير. هي قد تبدو مثلا عملية سهلة انه يعني كعملية تقنية بحد ذاتها، انه شخص ما متواطئ يحط عبوة في مكان مزدحم وكذا، ولكن إذا نأخذ كل المعطيات كل الأجواء، أولا إحنا داعش كتنظيم إرهابي عانينا من الويلات، كنا لما نقول في أز هجومة كنا نقول كاد أن يبلغ بغداد، يعني لم يصل، مو بعد شوية يوصلون بغداد. هاي لما نريد نقول إنه فعلا داعش كان في قمة الخطورة، الآن نقول داعش في بغداد، هاي يعني هاي حقيقة مو فقط مؤلمة، وإنما هاي حقيقة لازم تخلي كل السياسيين والمختصين وكل من هو معني بالشأن العراقي أن يعني يدق ناقوس الخطر ويعيدون حساباتهم في كل شيء، في كل شيء. إحنا هاي هذا الأداء السياسي المسؤول عن كل مآسينا إحنا هو هو الأس المشاكل، يعني إذا نتحدث حتى عن المشاكل الاقتصادية غيرها، ولكن الأمنية وبعد كل هاي السنين وكل هذه المحاربات والعالم يعني على أن إحنا انتصارنا على داعش بالمعارك الحربية والآن يتغلغل بين الناس. الشروق في عز أوقاتنا الصعبة بحربنا على داعش كنا نقول كاد أن يصل إلى بغداد، بالضبط كيف وصل الآن؟ شو ثغراتنا الموجودة بحيث داعش بدأ يدخل بأزقتنا وأعماق بغداد؟ شوفي أنا القضايا الأمنية والأكيد الأستاذ الفاضل سياسياً أنا أحكي بس هي أنا بالنسبة لي واضح، يعني إحنا المجرمين والإرهابيين إحنا نعرف في كل أنحاء العالم يعني، ولكن الدول تتخذ إجراءات حازمة حريصة استباقية تقنية تستخدمها كلها. زين إحنا اللي عانينا من الإرهاب من على الأقل من خلينا نقول من 2006 يعني هاي الفتن وكانت أيضا إرهاب بحق الناس، وبعد أيضا سنين من محاربتنا لداعش بشكل يعني معارك قوية جدا، والآن هذا الواقع معناها انت من يدخل هو الى النسيج المجتمع يعني الى 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 المدينه باي شكل من الاشكال، هاي كارثه. استهدف اماكن مهمه ممكن احنا تثير طائفيه ست شروق. طبعا طائفيه التوقيت الرعب اللي يعني احنا يذكرنا مثلا هسه اني اتذكر المفخخات اللي كانت بالكراده تنفجر او عشرات ومئات الناس ايام الاقتتال الطائفي. اتذكر ايام الاقتتال الطائفي، ارجع الى رعب جديد انه داعش يكون فيما بيننا، يعني ممكن هذا طبعا حتى الكلام به هو خطر. طيب. هو خطر، فالمطلوب الان الجهات المختصه الامنيه والسياسيه عليها أن تطمئن الناس، مو بالشعارات مو بالكلام اطمئنوا، وإنما بخطط عملية استباقية مخابراتية أي شيء إن كان يستخدم من أجل. طيب فإنه دفعنا هذه المواطن إنه إحنا ترى مسيطرين على الوضع، وهاي الأحداث كانت استثنائية مو
يعني هذا الكلام وحتى هذا حق المواطن أن يشعر بهذه يعني حتى هذا البرنامج ممكن قد يثير الهلع عند الناس أنه فعلا أنه وصلت الأمور نبدأ نخشى من أي مكان من أي تجمع نرجع للأيام السوداء. يعني هل سنخشى سيد فاضل من عمق الصحراء؟ داعش موجودة في عمق الصحراء وإن يكون باستهدافات قليلة بتعرضات بين فينا وأخرى، من عمق الصحراء إلى عمق بغداد هذا ما يثير مخاوف. كيف وصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه الآن؟ شوفي سيدة ختام، أنت مبكرا كنت تواكبين حركة التنظيم. نعم يعني مبكرا أنت والله يذكرها سيدة ختام أيضا كانت سيدة انسجام كانت في الصورة على ولو البرلمان خطفها. نعم موجودة وانزالت. نعم إن شاء الله. خلنا استطرد بما بدأته سيدة شروق. يعني أولا شوفي داعش لا يوجد في بغداد، داعش أخفق في استحداث أي مضافة له لا في بغداد ولا في أطرافها ولا في المحافظات. جيد. داعش بعد أن انكسرت جذوته وانطفأت شوكته في دولة التمكين ما عادت له قدرة الانطلاق. لكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن في عدة أمور، من بينها نحن عالجنا العرض ولم نعالج المرض. المرض كالتالي، داعش يتواجد ما بين كركوك وما بين صلاح الدين في أخطر ثلاث وديان في الكون في العالم. الواشنطن بوست نيويورك تايمز أخذت هذا المقال عني وكتبته، وديان الموت الثلاثة اللي هو وادي الشاي ووادي زغيتون يكونان واديا ثالث يسمى بوادي أم الخناجر بعرض 3 كيلومتر وبطول 76 كيلومتر، وهذه تعتبر أخطر الوديان. بالمناسبة جهاز المخابرات الوطني سبق أن قتل أبو ياسر العيساوي اللي هو والي العراق قبل نحو 3 أشهر في وادي الشاي أو وادي زغيتون، يكونون وادي اسمه وادي أم الخناجر، هذا الأخطر على الأطلاق. عندنا وادي حوران وعندنا جزيرة الحسينات، صعب السيطرة على هذه الأماكن. شوفي 63 ألف كيلومتر عمق صحراء سيناء، وأخفق الجيش المصري وهو على ارتياح بضع 3 مليون أو 2 مليون مقاتل مصري مع كافة مزنجراتهم وطائراتهم الحربية، أخفقوا في السيطرة على ملف صحراء جنوب سيناء وأنصار بيت المقدس. الأجهزة الأمنية العراقية إلى حد ما سيطرت على صحراء الأنبار، الأنبار ثلث مساحة العراق 138 ألف كيلومتر. المنطقة هذه منطقة تنعدد لك. المنطقة الثالثة اللي هي منطقة جبال قردوش قرتشوغ ومرتفعات بادوش، هذه لا زالت تشكل خطر. الوديان اللي مناطق جنوب شرق كركوك، كركوك الآن دعينا لا نجمل الأمور وبصورة ملائكية وأقول لك كركوك جيدة. أقول لك الآن في هذه الأيام جهاز الأمن الوطني، جهاز الأمن الوطني استلم المديرية مالته في بغداد، أيضا شاب جديد واعد، والآن دا يبذل جهد ممتاز جدا وبالفعل فكك مجاميع ومن بينها إنجاز أمني قد يلوح بالإفق خلال يومين يتعلق بتفجير الكاظمية. مديرية الاستخبارات العسكرية لا يمضي يوم إلا تفكك مجموعة متسللة. ألقت القبض على فككت منصات إطلاق للصواريخ كادت أن تضرب محافظات آمنة في الشمال وفي الجنوب تابعة إلى داعش، هذه قواعد الصواريخ. طيب. فككت ألقت القبض على والي سامراء عسكري عام سامراء قبل 3 أيام. الاستخبارات العسكرية فككت مجموعة من الأسلحة تصلح أو تكون لقيادة فرقة كاملة، حزام يعني تجهيز فرقة كاملة. شنو ثغراتنا إذن؟ كل اللي ذكرته هو إيجابي أكو وجيد. أكو ثغرة أخرى. عندنا جيش وشرطة وحشد شعبي وإحنا كلنا عسكر يعني. سيدة ختام، العقد الكؤود أنا ما يعني أتطفل على وقت زمن 6 شهور. يا ما محتاجها من هذا لأنه ما شاء الله عليها. العقد الكؤود في منشار الأمن بالعراق هي مناطق الطارمية والكسارات وإبراهيم بن علي والكسارات مرورا إلى إسحاقي وانتهاء بسامراء اللي احنا نصطلح عليها بمناطق ذراع دجلة. هذه المناطق انت تدرين الطارمية ايش قد مساحتها؟ مساحتها 100,000 فدان. تدرين كم حوض سباحة مال أسماك تربية أسماك بها؟ بها أكثر من 2500 حوض أسماك تربية الأسماك. وهذه الموارد ما أقول كلها، غالبيتها يخشون من التنظيم وقد يدفع منهم الأتاوات. وداعش يمارس الأتاوات مع المحاصيل الزراعية كيف تحرق؟ اللي يحرق محصوله هذا إنسان نبيل وشجاع. ليش؟ لأن هذا يمتنع عن دفع الأتاوة لداعش. فداعش في وضح النهار في عندما تقع الشمس في كبد السماء ترسل أشعتها العمودية ويرمي أي قرص عدسة مقعرة وتقوم بتكثيف الحرارة وتحرق العملية، كلش ما يحتاج لها جهد كبير من قبل التنظيم. لذلك نحتاج
قالت العمليات المشتركة أيضا اطلعت بدور ممتاز جدا في توجيه القطاعات وفي ضرب التنظيم في عقر داره. لكن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى عملية واحدة بصفحة واحدة وبأجزاء متعددة، ونفتح من الشارع إلى النهر وبمساعدة وبدعم من قبل أهالي منطقة الطارمية. البعض يطالبون سيد فاضل أنه على اعتبار أهل مكة أدرى بشعابها، خلوا الناس تتطوع، أهل المنطقة هم يعرفون حدود مناطقهم، يعرفون بعض الثغرات اللي موجودة، خليهم يتطوعوا لحماية منطقتهم، ناهيك عن الحزازيات اللي تصير بين موضوعة مثلا الاختلاف في نوع الجندي اللي يجي، هل هو من الحشد، هل هو من القوات العسكرية. البعض ربما بعض الأهالي يتحسسون أيضا من هذا الجانب. شوف أبي لك، أهل الطارمية بصراحة يمتلكون وعيا إداريا ووعيا بيئويا ووعيا وعي نخبة. ليش سليني ليش راح ليش عجب أهل الطارمية سيثبات الشيء لا في سواء متحر الطارمية لا يعني إثراء على حساب غير منطقة، لكن لأن أغلب الزعامات العشائرية ويعني هم بالأمس القريب كانوا هم يتسنمون دكة أغلب المناصب القيادية في الحكومة، لذلك يمتلكون الخبرة والوعي، لذلك هم يرحبون بالحج الشعبي. الحج الشعبي يمثل ترسانة داعمة إلى أهل الطارمية. الآن أسأل أي واحد من الطارمية يقول أنا أتمنى الحج الشعبي أن يشاركنا في كبح جماح الإرهاب. يحبون القوات العسكرية، يحبون الأجهزة الاستخبارية، يحبون أي قطعة من قطعات قيادة العمليات المشتركة. لذلك احنا نكون اولا نتحزم بالحب، خلص نجب كل ما لدينا من انتماءات عقائديه وقوميه واثنيه في بوتقه الوطن، والا التنظيم الان التنظيم يعني هل تعلمين اغلب العمليات يديرها من تركيا؟ اغلب العمليات الان التنظيم يديرها من تركيا، من مناطق غازي عنتاب والرحبانيه. أنا ما أقولش بعلم الحكومة التركية، لا، أقولش عصابات موجودة متسللة وذائبة في الوسط التركي. طيب. وهذه أيضا يراد لها جهد، وجهاز المخابرات الوطني العراقي حقيقة يطلع بدور، خصوصا قسم العمليات يطلع بدور بمكافحة الإرهاب بالخارج ابتداء. لذلك ما لا يدرك جله لا يترك كله، هناك عمليات لم يتم كشف النقاب عنها، لكن صدقيني أغلب العمليات التي تم كشفها وإحباطها وإجهاضها هي أكثر بكثير من العمليات التي حدثت. يعني هاي العملية التي حدثت، لكن قد تكون عملية واحدة تكدر صفونا وتودي بنا على الحزن، تؤسس لي ربما إحباط، يعني أوضاع إحنا بغنى عنها حقيقة، الاعتبار ما نتحمل مزيد من الأزمات. نعود لست شروق، تأخرنا عليها شوية لكن الكلام مهم أكيد لسيد فاضل ولحضرتك أيضا. دعوات كثيرة آخرها دعوة السيد الصدر لحصر السلاح المنفلت، تنقية تصفية المؤسسات الأمنية لا سيما الحشد الشعبي من ما أسماهم السيد الصدر بالمنفلتين، هل هذه الدعوة ستطبق؟ يمكن تطبيقها؟ والسؤال الأهم، هل هي هذه الدعوة الأولى؟ هل هي شيء يعني مستجد؟ ما احنا كلنا نطالب بحصر السلاح بيد الدولة. الفساد الهائل اللي احنا كثير من العمليات، يعني اذا نغربل احنا نحتاج مراكز بحوث حتى نغربل، اكو عمليات وراها اسباب اقتصاديه، منافسات على صفقات على مغانم، هذا تصير يعني وبشكل كبير. غيرها هذا الامر، يعني هذا الدعوات هي تصب الصالح العام، ولكن اين التنفيذ، اين التاثير، اين النتائج؟ يعني نعم نحن مع كل دعوة تعزز من سلطة الدولة وتحارب الانفلات وتحارب كل مخاطر اللي تحدث على البلد وعلى الشعب، ولكن هذه واجب مؤسسات بأكملها. يعني هي يجب أن تضع، يعني هي يجب أو تكون هناك إرادة سياسية حقيقية عند من يمتلك القرار. هذه هنا النقطة الأساسية. يعني من المعني الدولة، حكومة نفسها، المشاركين داخل الحكومة، الفصائل، العشائر، المجتمع، من راح نفهم؟ احنا كبلد ومجتمع بأكمله نعاني من مشاكل من زاخو إلى البصرة، مشاكل أمنية، ناهيك عن المشاكل الأخرى، مشاكل أمنية صح لو لا؟ يعني الآن ما يجري في سنجار والعمليات البيكاكا مع ما نعرف القوات التركية داخلة أيضا، نسمع عن يعني محاولة أو قصف على قوات بيشمركة، يعني هذا حدث كبير، هذا انتهاك للسيادة العراقية بأبشع أشكالها، وصولا إلى
النزاعات العشارية بالبصرة اللي نعرف أنه أحياناً على قضية بسيطة تستخدم أسلحة متوسطة ويروح بها ضحايا. إذا وضعنا الأمني كله هش، كله مو بس هش، يعني اللي يشوف العراق بهاي المشاكل يقول معقول البلد يتحمل كل هاي المصايب وبعد قائم؟ بس احنا مخايفين انه هذا التماهل وهذا بالرغم من الجهود اللي ذكرها الاستاذ، يعني انه هي كنا نقدرها ونقيمها، بس هذا جزء من المسؤولية. أين الجزء الآخر اللي يكملها؟ هي الهدف الأساسي الأمن الإنساني والاجتماعي للمواطن العراقي، هذا مبدأ في كل دول العالم تعمل الدولة والحكومة وكل مؤسساتها من أجل ضمان حماية الأمن الإنساني بكل تفاصيله. احنا أمن الإنساني يعني في أسوأ حالاته، ومن الجانب الأمني البحت، يعني هو الأمن الإنساني يشمل حتى الشعور بالأمان. تشوفين أنت أكو مؤسسات تطلع أنه مؤشرات السعادة، مؤشرات التفاؤل غيرها. احنا هاي كلها مو بالبال ولا بالخاطر، نريد بس المواطن العراقي يشعر أنه عايش في بلد موفر له مستلزمات العيش الكريم، إذا صار شيء يهدد أمنه أكو جهات يثق بها وكفوءة تعالج المسألة بالطريقة الصحيحة. فهذه القضية أنا أعتقد هي تتعلق أولا بالإرادة السياسية للسلطة الحاكمة بكل مسمياتها، واللي نعرف أنها هي سلطة محاصصاتية الكل مشترك بها، الكل سلطة محاصصاتية تخادمية أدها مصالحها بالدرجة الأساسية. فبالتالي هاي إذا أنا كنت حسنت النية وما أقول يتصارعون بيناتهم وتوقع براسنا، فبالتالي هم هاملين مصالح الناس، وهذا تقصير كبير من يمتلك السلطة والقرار الأعلى في البلد، سواء كان بالحكومة أو بالأجهزة الدولة الأخرى أو مؤثر عليها. يعني الكل يتحمل المسؤولية، فالإرادة السياسية يجب أن يصلون إلى قناعة أنه هذا البلد خلص ما عاد يتحمل المزيد من هذه انتهاكات وهذه المصايب اللي ما يعني ما شعرنا في يوم من الايام انه اخذنا نفس من عندها، شغله ورا شغله من 2004 لحد الان. اذا هذه قضيه يراد لها اراده سياسيه عليا وليس شعاراتيه. المواطن العراقي بعد ما تاكل عند الشعارات، طيب، ولا ياكل عند يعني كلام. وتشوفين اي شيء يطلع من اي جهه إن كانت السوشيال ميديا شلون تتعامل وياها، لان ما عادوا يقتنعون بالكلام والشعارات والدعوات وهذه القضايا اللي ما اذا ما يلمس المواطن اثرها بشكل مباشر على حياته وعلى شعوره بالاطمئنان، فما ما ما لها كل جدوى. اكيد ما دام هناك سلاح منفلت ما راح يوصل لهذه المرحله من الشعور بالامان المواطن. سيد فاضل، اذا تشاركنا الحديث، هذه الدعوه من قبل السيد الصدر، هل سيستجيب لها الفرقاء السياسيين، المؤسسات الأمنية اللي دعا السيد الصدر بتنقية عناصرها المنفلتة أو كما أسماها بالوقحة؟ شوفي السيد سمح السيد مقتدى الصدر بصراحة دائما يبدأ بمعيته ويبدأ بمحيطه، فنراه بين فينة وأخرى يصدر قرارات شديدة لأتباعه، طرد، فصل، إيقاف، تجميد، إذا ثبت له بالدليل أنهم قد خرجوا عن سكة الطريق الغدقة، خلينا نسميه الطريق المستقيم. لذلك هذه الدعوة، الدعوة دائما تتم عن طريق الاجتماعات الحقيقية الواقعية. دائما الإعلام هو مو القناة الحقيقية للإصلاح. لذلك ساسة العراق دائما عادة ما يتراشقون عبر السوشيال ميديا بتغريدات تناوشية، وهذه التغريدات لا تصلح شأن العراق. لكن إذا صدرت من زعيم كالسيد مقتدى الصدر قطعا ستأخذ مأخذها وستأخذ صداها. يعني أنا أتخطر، يعني السيد مقتدى الصدر بدأت ملامح القيادة عنده حينما استقبل الأخوة الشيوعيين والمدنيين، بغض النظر عن الخلافات اللي بعدين حدثت، أنا لست في صددها، القصد قابلية الاستيعاب. لذلك هاي قابلية الاستيعاب أنا أتمنى أن تكون قابلية مستقبلية، أن تستوعب الجميع. اليوم نزع السلاح، لا يمكن السلاح أن ينزع بطريقة الأمنيات، إنما بطريقة الاهتداء والاحتكام إلى كلمة سواء والجلوس إلى طاولة، وهذه الطاولة عندها يصب كل ما عنده في، يعني مثلا سألت أنا أحد الزعامات، قلت له في أحد اللقاءات الصحفية، هل لديك الاستعداد أن تتنازل عن سلاحك؟ قال أنا سين.
وصاد إذا تنازل صاد وألقى بسلاحه قبلي سألقي. أفرض هل يحتاج لمبادر في هذه النقطة؟ يقول أنا أفرض لقيت سلاحي شلون أضمن ذاك راح يلقي سلاحه؟ بلا ذاك ما ألقي سلاحه أنا أبقى أتفرج عليه. وأنا لذلك اليوم شوف سيدة شروق قالت ركزت على نقطة جدا مهمة اللي هو الأمن. أكو الأمن الغذائي، أكو الأمن الاقتصادي، أكو عندنا الأمن السياحي. هسه الأمن السياحي المفروض أنه يعنى بمتابعة ومراقبة كل ما للسياحة والخدمات الفندقية والصحة وغيرها، وحتى الأجانب يخضعون إلى الأمن الانتخابي، وإحنا على أبواب انتخابات يعني هذا الأمن الانتخابي. شوفي الأمن الانتخابي هذه المرة قد تختلف عن سابقاتها. هالمرة سيكون الأمن هو هم مفهوم عائم، البعض ما يفهم شنو معنى الأمن الانتخابي. أنا بيلي سيدة ختام، الأمن الانتخابي القادم هو الأمن السيبراني. حتى نقل الصناديق بعد ما يكون نقل صناديق بالسيارات وبالشاحنات بالطائرات تنقله. الأمن السيبراني قالت العمليات المشتركة بعد ماكو مجال تحترق عندنا صناديق وتضيع صناديق تحترق من الأبي. مو إذا أكو بايومتر، إذا أكو بايومتري حتى وإن احترقت لأن هذا داتابيس. لكن إذا 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 عادوا إلى البطاقة العمياء فقرأي على العملية الانتخابية برمتها السلام خلص. يعني عدنا إلى 2018 اللي هي جاءت بأقل من 22%. ويمكن ستكيف ست شروق لأنه ايش تقصد بالعمياء؟ العمياء البطاقة اللي هي مو بايومترية اللي نفسها صوتوا بها السابقة الإلكترونية العادية اللي ما بيها بصمه وما بيها صوره وما بيها سير النمبر. شو تقولين ست شروق؟ تنتخبين اسم يطلع لك غير اسم. يعني تنتخب شروق يطلع غير واحد. تطلع. فلذلك يعني رجع الى تقارير الامم المتحده كم هي نسبه المشاركه السابقه في 2018. ليش مو السيد العبادي يعني هو كان المفروض عليه ان يلغي العمليه حينما وصلت مستوى الشكوك، هسا ما يدقول التزوير، الشكوك بأنها مزورة وصلت إلى مستويات لا يمكن السكوت عنها، ودعوات وعمليات حرق للصناديق. أنت مو من غير العراق، أنت بالعراق سيدة ختام تعرفيها. بس هي تريدنا احنا نحكي. اي مو لا يعني هو من باب فليعلم الجمع من منظمة مجلسنا، يعني هي تريد سؤال استعلامي لعله أعرف بها تعرف. القصد أنه يعني كانت عمليات المشتركة وضعت خطة محكمة جدا. أنا استمعت إلى الفريق عبد الأمين فيما يخص الانتخابات المقبلة. نعم قال هذه المرة سيكون عملية تأمين الانتخابات بطريقة استثنائية، بطريقة سيتم مراقبتها بالطائرات بالمسيرات، وسيتم نقل الصناديق بالطائرات، وسيكون التأمين تأمين سبراني، وستكون عملية فرض الأطواق بطريقة حرفية ومهنية. يعني بمعنى أنه عملية إرعاب الناخب والتأثير على رأيه. أنا أقول نسبيا راح تكون أفضل، لكن نسبيا لكن ما راح تنتهي. إلى أي مدى نقدر نثق بهذه الإجراءات اللي ذكرها سيد فاضل؟ هي حسب ما يقول لحد الآن جيدة، لكن ننتظر التطبيق. هل سيكون عندنا أمن انتخابي فعلا في ظل سلاح منفلت وأمور أخرى؟ لا بالتأكيد، يعني المعطيات واضحة يعني وممكن معالجتها خلال أشهر. يعني أولا السلاح المنفلت، إحنا قبل أيام أيضا تم اغتيال أحد المرشحين، وقد تزداد هذه العملية، ويعني ما حد يضمن. بس أي أحد يرشح يقول لك اعطيني ضمانة أنه أني ماكوش خطر على حياتي، ما حد يعطي ضمانة. ما حد يعطي، أكبر مؤسسة أمنية تعطي ضمانة لمرشح تقول له أنا أقدر أضمن لك أنه أنت حياتك ما عليها خطر كونك مرشح، ما موجود هذا الشيء. فإذا هو هذا أول أمن، أول ركائز الأمن الانتخابي مفقودة، أنه المرشح لا يشعر بالأمان على حياته، لا توجد ضمانة. هذا واحد. اثنين أيضا الناخبين ما عندهم ثقة أنه حتى وإن استخدموا البطاقة البيومترية، علما هناك تساؤل كبير أيضا، لأنه البطاقة البيومترية لا تزور، يعني مو يعني إذا دخلوا اسم، طبعا هناك أساليب أخرى للتزوير، بس على الأقل المواطن يقول أنا انطيت صوتي مثل ما هو. ليش المفوضة الانتخابات منعت التحديث من شهر الرابع؟ ما عملية التحديث ممكن تستمر لآخر يوم، ما إلها علاقة. وهاي البطاقة البيومترية هي من حق كل مواطن عراقي يبلغ 18، نقول إنه عدد البطاقات على عدد المصوتين، ولكن ليش أوقف التحديث بشهر الرابع؟ مفروض يستمرون، ولحد الآن يقول لك مبالغين إحنا 60% من الـ يعني المصوتين اللي لهم حق بامتلاك. وهاي القضية تربط وتثير الشك، لأنه القانون الانتخابات شو يقول؟ إذا أقل يعني 70%
يمكن استخدام البطاقة الأخرى اللي هي البطاقة العمياء يعني. فإذا أكو نوع من شكوك مشروع أعتقدها أنه عملية إيقاف تحديث البطاقة البايومترية إلى عدم الوصول إلى نسبة 70% حتى نقدر. لا سيدة شروق أكو تصريح للبفوضية يريد أفهم شنو مغزاة، أتمنى أن يفسروه. يقول بإمكان الذين فاتهم التحديث أن يشاركوا بالانتخابات على العمياء. هاي على العمياء طبعا. إذا على العمياء ليش حددتوا البيومتري؟ بالضبط. يعني هاي الشكوك جائزة زيادة نسبة المشاركين لا لقد تقليلها حتى يعني تقليل استخدام البطاقة البيومترية. فها ناهيك عن أني الأمن السبراني منو يضمن لي إنه مثل ما حدث بال 2018 أنت تدري السيرفر هو كان خارج العراق. نعم. قالها سعيد كاكا أحد أعضاء قال السيرفر خارج العراق والكود الشفرة اللي تدخل بيه على هذا السيرفر مو حتى مو عند المفوضية عند شخص معين. وحضرتك ذكرت السيد العبادي والسيد العبادي قال بكل وضوح إنه كانت هناك عمليات تزوير كبيرة بس أنا ما قدرت أعلن نتائج التحقيق خوفا على الأمن الداخلي لتصير هناك يعني أمور خطيرة. زي ما إحنا هذه أخطر حدث يمر به بلد هو عملية تزوير لانتخابات بهذه الطريقة. طبعا ناهيك عن إنه إحنا شكلنا لجنة تحقيق كنا لا نزال في البرلمان 110 نائب أعطوا معطيات وأدلة ثابتة على التزوير وحتى نقلت في تقارير دولية والاتحاد الأوروبي معترف ومع هذا أنا بس أريد أوصل للأمن الانتخابي هذه كلها تلقي بظلالها على الشعور أو حتى على أمن العملية الانتخابية. وبالتالي إحنا من حقنا ولابد أن أذكر أن هناك الكثير من الحملات الآن من الجانب السياسي والجوانب يعني والمبادرات الاحتجاجية أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات نزيهة وعادلة كما يريد الشعب العراقي في ظل هذه الظروف. فإذا نحن نشكل ضغطا من أجل تأجيلها لحين توفر شروط تقنعنا إحنا كمواطنين أنه هاي الانتخابات راح تعبر عن إرادتي الحرة بدون مؤثرات السلاح والتزوير والقانون. طبعا ناهيك عن القانون بكثير من الخروقات الدستورية اللي رفعنا عليها طعون. فبالتأكيد هذا يدخل في أنه أنا ما أقدر أقول أنه متوفر الأمن الانتخابي بشروط الحد. السيد فاضل يأخذها فقط من الناحية الأمنية البحتة كاختصاص يعني هو من وصف القائد العمليات والتصريحات والأمن السبراني والنقل بالطائرات هذا جزء. هل أنا أعتبر هذا فشي يعني شيء تقني بس ما يضمن لي الواقع يتحدث بشكل آخر. عندنا خط دفاعي أخير الفلتريشن الأخير اللي هو السد المنيع لنهاية الشكوك اللي طبعا تساؤلاتك منتجة في محلها سيدة شروق بالمناسبة. لدينا خط جديد دخل على خط التنقية وهو خط القضاء العراقي. اليوم بعد إقرار المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز اليوم مجلس القضاء الأعلى بصراحة واقعة اليوم أنا مطمئن أيما اطمئنان لأن هذه المرة سيتدخل بطريقة أكثر إنتاج وأكثر تأثير فيما يتعلق بدرء ومنع أي عملية تزوير جماعية. طبعا هو التزوير قد يحدث بنسب معقولة نسب 3% 4% قد تكون في مقبولية في كل دول العالم ليس فقط في العراق. لكن هذه المرة القضاء سيقول كلمته اتجاه التزوير إذا كان الحق بين. إذا كان تزوير اجتياح يعني التزوير لافت للنظر بحيث أنه أنت تحققت عندك قناعة لدى عامة الناس أنه هناك تزوير قد وقع لكن ليست لديك تفاصيل ماهية هذا التزوير كم وأين هذا القضاء العراقي حقيقة. طيب سيد فاضل حتى احنا بسؤال اخير وباختصار الاجابه لو سمحت لي ننتقل الى محور اخر استخدام الطائرات المسيره بدلا عن الصواريخ بتقنيات عاليه هل هو تكتيك جديد لاستهداف القواعد؟ حقيقه هاي قضيه جدا شائكه ومقلقه بالوقت عينه ولحد الان لا توجد جهه قد تبنت هذا وهذا طبعا سيدخل العراق في اتون مرحله خطره جدا وقد تؤدي الى نشوب حوادث لا تحمد عواقبها. لذلك إذا قلت لك تارة أخرى إذا لم يتم الاحتكام والجلوس مع قيادات سياسية نافذة إذا كان الشيء يعنيهم وهذه القيادات السياسية الزعامات الروحية إذا لم تتشاور مع بعض الدول الإقليمية تجاه هذا الذي يحدث لن نجد سلاما واضحا. سيد فاضل أبو رغيف الخبير الأمني شكرا جزيلا لحضرتك ولكل ما تفضلت به من معلومات قيمة. أيضا الشكر لرئيس الحركة المدنية الوطنية سيدة شروق العبايتي شكرا جزيلا. شروق نورتينا شكرا لك حياك الله.
أهلا بكم من جديد. ما تزال الكثير من القوانين تنتظر الحسم في أروقة مجلس النواب، وقد طال عليها التغييب. هل هي مشكلة فنية أم في النوايا السياسية، أم هي مجرد إشكالات قانونية؟ نائب محمد الغنزي عضو اللجنة القانونية النيابية يجيب على كل هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى. حياك الله سيد محمد، أهلا ومرحبا. حياكم الله. أهلا ومرحبا، حياك. مساء الخير. مساء النور. مساك الله بالخير. الله بالخير والعافية. حياك الله. حتى استثمارا للوقت نبدأ مباشرة بأول تساؤل وهو الأهم حاليا، إشكالات تعطيل إطلاق الموازنة، فنية قانونية إرادات سياسية، شنو اللي يصير بالضبط؟ يعني موضوع الموازنة هو موضوع تشريعها أخذ فترة تقريبا حدود 3 أشهر داخل مجلس النواب. أكيد يعني الأمور السياسية لها تأثير على قانون الموازنة، وخصوصا العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية دائما ما تثار هذه العلاقة من يعني حسنها أو عدم الحسن هي في قانون الموازنة. ففقرات الموازنة ذهبت إلى الحكومة بعد أن تم المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. سمعنا أنه الحكومة طعنت ببعض المواد، 40 فقرة تقريبا يعني بهالحدود، لكن هذا الطعن هو لا يوقف تنفيذ المواد على الحكومة أن تنفذ، وخصوصا أن قانون الموازنة يختلف عن أي قانون آخر. المدة الزمنية توقف عند هذه النقطة، وأنت قانوني وأهل لهذا الموضوع، شلون ما لها حق الحكومة تعترض؟ يعني في حلقة سابقة يمكن أنا تناولت هالموضوع بتفاصيل القانونية، هل ما تم تعديله من قبل مجلس النواب مسموح به قانونيا؟ قانونيا يقول لك لا، ما مسموح أنه يشرع فقرات أو يعدل على فقرات معينة أو يخفض من نسبة الإنفاق على سبيل المثال. يعني العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية دائما إذا كانت هناك خلاف ترسمها المحكمة الاتحادية، هي من تنظم هذه العلاقة. الفيصل في هذا الموضوع، المحكمة الاتحادية أصدرت قرار سابق أنه لمجلس النواب المناقلة بين فصول الموازنة، لكن ليس له زيادة الإنفاق. الحد الذي منع مجلس النواب أنه لا يمكن أن يشرع أي قانون فيه زيادة إنفاق خلاف قانون الموازنة التي من الحكومة. اليوم قللنا الإنفاق ومن صلاحية مجلس النواب، لأن القانون المحكمة الاتحادية وقرارها يقول فقط في الزيادة، وأعطى الحق بالمناقلة. ما تم فعله داخل قانون الموازنة هو مناقلة بين فقرات الموازنة. لعدة اعتراضات على شنو سيد محمد؟ يعني الحكومة لها رؤية وهي صاحبة رسم السياسة المالية، فلها رؤية في قانون الموازنة قانونية. هذه الاعتراضات قانونية، إذا ما يسمح لمجلس النواب بالمناقلة ليش تجي موازنة مجلس النواب أساسا؟ يعني تبقى قرار مجلس الوزراء وتنفذها مباشرة. يعني مو مجلس النواب فقط يصادق عليها ولا تأخذ النقاشات ولا تأخذ استضافات. هذا قانونيا موثق؟ طبعا قانون موثق، قرار محكمة الاتحادية واضح وصريح وملزم لكل السلطات. فمجلس النواب له الحق المناقلة. بعض الفقرات طعنت فيها المحكمة، طعنت فيها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية، ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية في هذه الفقرات. طبعا إذا طعنين بحدود 40 مادة فهي كارثة، لأن قانون الموازنة هو نفاذه من 31 من يوم 1/1 وينتهي يوم 31. يعني احنا في شهر السادس، نصف السنة انتهى بقد 6 أشهر فقط. فمتى تطلق الموازنة؟ تطلق تمويلات المحافظات وغيرها، والمسؤولية هي مسؤولية حكومة، فكان الأولى بها لا تطعن في هذه الفقرات إلا لضرورة ملحة. من خفضنا الإنفاق ما يعني أنه ممكن خلال شهر تموز ترسل موازنتها الجديدة لعام 2022 وتضع ما تريده من موازنة، خصوصا أن الموازنة عندما جاءت إلى مجلس النواب كان سعر النفط قليل جدا، وإضافة إلى ذلك أنه الحكومة كانت هي تعاني نفسها من عجز. إحنا يعني دائما نتفاجئنا أنه الحكومة تقول لا توجد سيولة مالية وصارت أزمة مالية برواتب الموظفين، نتفاجئ تجي الموازنة 167 تريليون موازنة انفجارية. زين وين تصريحات الحكومة بالعجز المالي؟ وين الموازنة الانفجارية؟ فكان هناك تفاوت، مجلس النواب رتب هذا التفاوت وهذا الأمور في قانون الموازنة وشرحها ونشرت في الجريدة الرسمية. الحكومة أيضا تتعكس سيد محمد أنه هذه الطعون أو هذه الاعتراضات على 40 فقرة تقريبا لقانون مشروع قانون الموازنة هو لخرق الدستور من قبل مجلس النواب، أنه من اعتراض أو أضاف أبواب صرف أو عدل، هذه مو من ضمن صلاحياته. لا، من ضمن صلاحيات المناقلة. هسه القرار هو يبقى قرار محكمة الاتحادية، يعني طبعا محكمة الاتحادية مختصة إذا كانت هذه المادة مخالفة للدستور أو لا. صلاحيات واضحة، المحكمة الاتحادية لديها قرار سابق، الدستور واضح بهذا الموضوع. صحيح الموازنة تأتي من الحكومة بمبلغ، لكن ممكن مجلس النواب يخفض وممكن يناقل بين فقراته، ولا ما الغاية إرسالها لمجلس النواب؟ شنو الغاية أنا أرسل موازنة لمجلس النواب وما من حقه يناقل، ما من حقه يضيف فقرة معينة؟ لكن
لا تؤدي إلى زيادة الإنفاق. رؤية مجلس النواب أنه في وزارة معينة تحتاج إنفاق أكثر ما أجت من الحكومة، أو تقليل النفقات، يعني كل سوينا تقريبا من النفقات إحنا قللنا نثريات الرئاسات الثلاث. فما أعرف ليش انزعجت الحكومة من تقليل نثريات الرئاسات الثلاث، وموضوع إيقاف التعيينات أو عرض التعيينات على مجلس الخدمة الاتحادي هو هذا من صلب الاختصاص، قانون مجلس الخدمة ومجلس الخدمة مؤسس، فالأولى بها أنه الحكومة تدافع عن مجلس الخدمة وتدعمه حتى يسيطر على الوظيفة العامة، لا تبقى الوظيفة بين الكتل السياسية والتعيينات تخضع لإرغاب السياسيين. فكان الأولى أن تدعم هذا القرار لمجلس النواب ولا تطعن به. هل من ردود للمحكمة الاتحادية لغاية هذه اللحظة؟ ماذا يتبين لديكم؟ يعني لحد هذه اللحظة لم تصدر قرار المحكمة الاتحادية، ستبدأ المرافعات قريبا، يعني نبلغ مجلس النواب بوجود إقامة دعوة بهذا الخصوص. الفيصل يبقى قرار المحكمة الاتحادية أن صدر بأي صيغة، فمجلس النواب والحكم والسلطة التشريعية ملزمة بالأخذ بهذا. طيب هذا التأخير سيد محمد ما يضر بالشعب العراقي بالشارع بحركة السوق؟ البعض يقول لك أكو اعتراضات على أبواب معينة، لكن بعض الأبواب اللي ما عليها خلاف لازم تصرف وتمشي بشكل طبيعي. لا بالضرورة طبعا، من ناحية قانونية أنه حتى المواد اللي تم الطعن بها لا توقف تنفيذها، يعني على الاقل ابدا به تنفيذ جزئي، اضع الخطط للتنفيذ، تصرف الموازنه لازم حسب الابواب الموجوده. هذه الماده طعنت بها الحكومه انه ستصادق على طعنها المحكمه الاتحاديه، قد ترفض الطعن وتعتبر الماده صحيحه، فليش هذا التعطيل؟ وخصوصا انهم قانون موازنه هو قانون وقتي مو قانون دائم، هو لمده سنه، كل يوم او كل شهر يمضي به هو يعطل من تنفيذ هذا القانون. فغاية الحكومة مجهولة في الطعن بهذا كذا مواد، هسه يمكن لو صادر الموازنة في بداية السنة يقول اكو وقت، يعني 10 أشهر ممكن يكون هناك طعن، بس هي صدرت في شهر نيسان تقريبا. فالأولى أن الحكومة أن تسير الموازنة بسرعة، خصوصا أنه تعاني من أزمة مالية، تعاني من اقتصاد متهالك يحتاج إلى حركة سوق. إحنا يمكن زيدنا تنمية الأقاليم المحافظات حتى تكون في المحافظات حركة سوق، حركة القطاع الخاص، فتعطيل هذه المواد سينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية داخل البلد. مشكلة الكرد شنو توصلوا بها؟ أكو حلول انحلت سياسيا لو راح يعني تطورات تكون موجودة؟ إحنا يعني نتبين من مواقف الأخوة الكرد يعني خلال هذه الفترة أنهم جادين في وضع حلول نهائية ليست حلول، دائما الحلول والمشاكل بين الحكومة والإقليم تظهر في قانون الموازنة، يعني القانون الأجلى صورة يعني خلال هالفترة هاي. نتصور أن هناك حركة سياسية جادة بوضع حلول نهائية لالتزامات الإقليم، والإقليم جاد في تنفيذ التزاماته حسب ما نقله سيد قوباد، أنه سيلتزم قبل أن يطالب بحقوقه، سيلتزم بما عليه ومن ثم يطالب بحقوقه، وهذا حركة تصحيحية للعلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم. التيار الصدري مشارك بهذه التفاهمات سيد محمد؟ بالتأكيد، يعني التيار الصدري كتلة كبيرة داخل مجلس النواب له تأثير على الساحة السياسية، سعينا دائما إلى حل المشاكل على وفق الدستور، لم نطلب أن يعني طلبنا كان أن يطبق الدستور بما هو، سواء كانت التزامات على الإقليم يجب أن يؤديها دون أي نقصان ولا نقبل بأي نقصان. وما التيار الصدري لأربيل يتعلق بهذه المشاكل واتفاقات سياسية أخرى تفصل؟ جزء من عدة اتفاقات سياسية، وجزء من أهم الاتفاقات السياسية هو أيضا قانون الموازنة. كانت هناك تفاهمات على مستوى عالي بين أن تشكيل الحكومة في المستقبل، وضع أطر تفاهمات صحيحة بين الإقليم والتيار الصدري حتى ممكن نمضي بخطوات كشراكة سياسية حقيقية بالمستقبل. طيب موضوعة الاستجوابات كل مرة نسمع بها ويحدد إلها موعد، ومن تصير الجلسة نشوفها بعيدة عن قائمة الأعمال، يعني واحدة منها استجواب وزير المالية وزير النفط أيضا، شنو سبب التأخير؟ يعني التأخير دائما هو يتعلق بالنصاب، أكو سر بين الاستجواب وبين النصاب، يعني الاستجواب أغلب الاستجوابات يعني درجت على جدول الأعمال في نهاية جلسات مجلس النواب، يعني الأشهر الأخيرة لعمر مجلس النواب العراقي الحالي يمكن استجواب وزير المالية الكل ليس لديه أي مشكلة في هذا الاستجواب، حتى استجواب وزير النفط، لكن للأسف درج على جدول الأعمال ومن ثم سحب من قبل رئاسة المجلس، وأتصور أنه كان بطلب من الحكومة أنه يسحب من جدول الأعمال. لم تنعقد جلسات، أتصور في الجلسات القادمة سيستمر استجواب وزير المالية.
ماكو هناك معترضين داخل مجلس النواب على هذه الاعتراضات؟ لا داخل المجلس، بس دائما نهايه يعني معروف استخدام كل نهايه دوره يكون حضور قليل باعتبار اغلب النواب هم مشغلين بالدعايه الانتخابيه في محافظاتهم. اخر جلسه ايش قد حضروها سيد محمد؟ يعني تقريبا 100. واحنا في بدايه الدورات حقيقه كنا نعاني من النصاب، حتى في بدايه الدوره كان النصاب دائما يعني حالات نادره يوصل الى 200، يعني نادرا ما يوصل الى 200 يعني. طيب قانونا شنو الحكم قانونا؟ هاي تبقى صلاحيه رئيس مجلس النواب، طبعا غيابات اذا تكررت اكثر من 5 غيابات متتاليه ممكن ان يوجه انذار للنائب، صلاحيه رئاسه المجلس انه توجه انذار للنائب، اذا كررت اكثر من 10 غيابات في السنه التشريعيه ممكن ان يحال الى الاقاله، لكن لحد هذه اللحظه هذا عرف حجة الاهتمام بالوضع الانتخابي والنزول إلى الشارع هذا مو مسوغ ولا مبرر يقدر يعفي من عدم الحضور. لأن هي الجلسات هي تكاد تكون 3 جلسات في الأسبوع، يعني 4 أيام هو ممكن أن يشارك في محافظته ويذهب إلى الدعاية الانتخابية. حقيقة الحضور ضروري جدا، وخصوصا لدينا بعض القوانين المهمة تحتاجها الدولة العراقية بالمستقبل. طيب بسؤال أخير سيد محمد، لو المحكمة الاتحادية وافقت على الطعون أو الاعتراضات المقدمة من الحكومة على الموازنة 40 فقرة، شنو موقف مجلس النواب؟ هذه مسألة طبيعية، سبق أن المحكمة الاتحادية في حكومة السيد حيدر العباد أنه وافقت على اعتراض أكثر من فقرة داخل الموازنة وتم إلغاء هالفقرة، تبقى تسير الفقرات الباقية وتنتهي بعد الوقت قليل حتى يعدل هذا القانون لا تصور. لكن قرار المحكمة الاتحادية تطبقه الحكومة مباشرة، إذا كانت هذه المناقلة غير صحيحة تحذف الأموال المرسلة لهذه الجهة، وإذا كانت مثل إيقاف التعيينات وغيرها غير صحيح فأيضا تطلق التعيينات، هاي إجراءات حكومية. لا بعض من التعديلات إذا ما تمت الموافقة على هذه الطعون راح تمس المواطن العراقي بشكل مباشر؟ يعني أتصور أنه إطلاق الأموال بالوقت الحاضر هو أولى لمصلحة المواطن مهما يكون قانون الموازنة. كل موازنة هو عليها اختلاف وعليها خلاف دائما، ودائما هناك موافقين ومعترضين، دائما نصاب الموازنة يكون على الطرف. أكو موعد معين أو محدد تقريبي لإقرار الموازنة؟ يعني الأولى أنا رأيي الشخصي أن الموازنات دائما ترسل في شهر العاشر من السنة حتى يتم تشريعها. شبقت من السنة سيد محمد؟ لا العاشر في مثل موازنة 22 ترسل في شهر العاشر عام 21 حتى شهر العاشر و11، يعني نتكلم عدم في يعني مو هذه السنة سنة الانتخابات، في السنوات السابقة ترسل قبل 3 أشهر. احنا الموازنة الحالية ما مقررة سيد محمد، ممكن أن تكون ذات الموازنة 2021 2022، يعني ما راح نلحق نسوي موازنة جديدة؟ طبعا يعني الوقت كله صعب، لأن مجلس النواب ينتهي عمل يوم 17، الانتخابات ونتائج الانتخابات أكيد تأخذ على الأقل في شهر معين. راح نبقى على نفس الموازنة مستنسخة لهذه السنة؟ يعني يبقى السؤال هو لمجلس النواب القادم، يعني إذا استطاع أن يكون هناك تفاهمات على مستوى سريع، بس الموازنة تحتاج من يرسلها من الحكومة، فعلى الحكومة الحالية أن تعد الموازنة من وقت الحاضر وترسلها تهيئة حتى للحكومة السابقة. يعني احنا استلمنا الموازنة في بداية الدورة كانت معدة من قبل حكومة السيد حيدر العبادي. وكان أول جلسات مجلس النواب في شهر 9، فعلى الحكومة الحالية أن تعد الموازنة لسنة 2022 وتهيئها وترسل لمجلس النواب العراقي القادم. هذا فيما يخص الموازنة، عبرنا شوي على الوقت، هذا الأخير، هذا السؤال الأخير، قوانين مهمة أخرى بانتظار أن تشرع خلال هذه الفترة؟ يعني تصور أهم قانون يمس أو قانون يعني نحتاجه كدولة عراقية كمواطن عراقي، مجلس أو قانون الخدمة المدنية، وإضافة إلى قانون مجلس الوزراء والوزارات. يعني لحد هذه اللحظة الحكومة تسير بدون قانون، يعني أقدم قانون أتصور في الخمسينات كان قانون السلطة التنفيذية، هو ما زال سار المفعول من كانت عدد الوزارات 11 وزارة. هذا يعدل؟ لا، لدينا مشروع قانون كامل مهيئ للتصويت من قبل اللجنة القانونية، سنعرضها على مجلس النواب في الأسابيع القادمة إن شاء الله، نتمنى يكتمل النصاب حتى يتم التصويت عليه. سيد محمد الغزي سيادة النائب عضو اللجنة القانونية النيابية، شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت به. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان الله.